معايا الأستاذ عمر عبد اللطيف، هو صديق قديم لعادل حبارة. أستاذ عمر أهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك من أبو كبير بقى. أيوة أستاذ محمود. أهلا بيك، أهلا بيك يا أستاذ عمر. ما تقول لنا بقى إيه حكاية عادل، أنت تعرفه من زمان بقى. هو بلدياتي عادل، وأنا المقام بتاعه. أه يعني هو اختفى من زمان، راح أفغانستان وكده ولا من متى اختفى؟ هو اختفى من سنة تقريبا. من سنة؟ بعد ما كان في حادثة قتل، كان قتل مخبر عندنا في مركز أبو كبير واختفى بعدها. قتل مين؟ مخبر في مركز أبو كبير. لكن هو ما راحش أفغانستان، ما راحش باكستان، ما ملوش علاقة. لا ما راحش المناطق دي كلها، لا. يعني هو حادثة تجنيده مثلا لما قتل المخبر وهرب من سنة إلى سيناء. معروف عنه إنه يعني معروف عنه إيه؟ هو معروف عنه إنه هو من النوع اللي بيحب الزعامة أو بيحب السيطرة، بيحب يسيطر على اللي معاه يعني. لكن معروف انه مجرم، سله جرائم قبل كده، قتل. لا هو حاول قبل كده مع امين شرطه، كان رئيس امن الدوله عندنا في ابو كبير، واعتدى عليه وكان ده الكلام ده كان في اول 2010، واتحكم عليه بسنه وهرب مع المساجين اللي هربوا مواد النطرون. طب إيه حضرتك محامي يا استاذ عمر؟ هل انت محامي يعني ممكن تدافع عنه ولا ايه؟ لا طبعا الموضوع ده منتهي يعني، وعلاقتي انقضت تماما من يوم قتل المخبر يعني، من يوم ما هرب. طب هو اللي كان ليه علاقه بتفجيرات طابا ودهب وشرم الشيخ سابقا وليه؟ لا ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. ملوش علاقه بالموضوع. ده موضوع تفجيرات دهب وبتاع، كان موجود في ابو كبير، ما كانش بيتحرك يعني. طب ايه اخر احكام صدرت ضده لو تفتكرها؟ اخر ايه؟ احكام. هو عنده حكمين، حكم 10 سنين في جنايه مقام السلطات، وعنده اعدام في قتل المخبر اللي هو اسمه ربيع في مركز شرطه ابو كبير. اعدام. لكن خلال السنه ده جاء ابو كبير ولا ما جاش ابو كبير؟ لا ما جاش ابو كبير خالص. طيب انا بشكرك استاذ عمر عبد اللطيف المحامي وصديق عادل حباره من ابو كبير شرقيه، شكرا جزيلا لحضرتك.